ويقول حفظك الله: وهل يجوز العزل أيضا لتحديد عدد الأولاد؟ عدد الأولاد ما هو تحديدهم إليه، تحديدهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كان قصده الفرار، إن كان قصده من العدل الفرار من كثرة الأولاد فهذا لا يجوز. أما إن كان قصده أنها ما تستطيع الحمل، أو يريد أن يستمتع بها بدون حمل فترة من الزمن، فلا بأس بذلك إذا كان لمقصد مباح. أما إذا كان لمقصد لا يجوز مثل تحديد النسل هذا حرام. نعم.